نوفمبر بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية. خلونا نتابع تفاصيل أكتر من خلال التقرير التالي. برعاية رئاسية وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، انطلقت فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس في دورته الثالثة لعرض أحدث أنظمة الدفاع والأمن البرية والدفاع الجوي والساحلي وأنظمة الصواريخ والأمن السبراني. بالتأكيد مصر دلوقتي بقت في مصاف الدول اللي بتعمل معارض. احنا النهاردة عدد الشركات اللي مشتركة في المعرض أكثر من 410 شركة، أكثر من 30 دولة. النهاردة بنعرض استخدام الصلب المدرع في المركبة المدرعة سينا 200 اللي تم إنتاج النسخة الثانية منها اللي تتلائم مع جماعة المشاة الميكانيك. كان الأول المركبة الأولانية كانت الساعة بتاعتها بتاخد من 5 لـ 6 فرد، دلوقتي الجديدة إن احنا عملناها بتاخد 10 فرد تتلائم مع تشكيلات المشاة بتاعت القوات المسلحة. بالإضافة إن احنا أعدنا إنتاج قاذف 107 12 دليل. الحاجة الجديدة اللي تعتبر يعني المفاجأة بتاعة المعرض رجيمة الصواريخ رعد 200 اللي تم إنتاجها بالكامل في مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي محملة بقاذف الصواريخ 122 ملي. الدورة الثالثة للمعرض تضم 22 جناحا دوليا بحضور 400 عارض من جميع أنحاء العالم، كما يتوقع أن تشهد هذه الدورة حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35,000 زائر. أنت بيجي لك هنا أكثر من 400 شركة، بيجي لحضرتك أكثر من 40 دولة، فكلهم موجودين على أرض مصر عندك، فدي فرصة الحقيقة للتعرف على كل ما هو جديد عند هذه الشركات العالمية واللي احنا بنشتغل في المجالات بتاعتها. الحقيقة بيبقى لينا تنسيقات معاهم قبل ما ييجوا على أساس نتقابل معاهم ونتبادل الخبرات ونتبادل المعرفة للوصولاً إلى منتج حديث نقدر ننافس به عالمياً. نحن نشارك لاستعراض القدرات والمنتجات الحديثة لشركة أج، فيها أكثر من 150 منتج. نستعرض هني الأوتونومس سيستم اللي يو اي فيز والطيارة من غير طيار وأنظمة الأسلحة والصواريخ. احنا عندنا بنهتم قوي بمساعدات التسليح، في بدل فض شغب، في خوص فض شغب، السداري الواقي من الطلقات بجميع مستوياتها، مستوى ثالث ومستوى رابع، الخوذ الكيفلر القتالي، وفي برضو انواع من الطبنجات موجوده عندنا. نؤمن بان هذا هو احد المعارض التي تحظى بالكثير من الاهتمام. كما تعلمون ان التحديات الجيوسياسيه التي فرضت نفسها خلال السنوات الثلاث الماضيه كانت كبيره، لدرجه ان هناك الكثير من التركيز الان على الدفاع والامن، ونعلم ان هذا هو المكان الامثل لنا لعرض انظمتنا ومنتجاتنا، وبالطبع الاجتماع مع صناع أنظمة الدفاع والتحدث.